كما ذكرت لنا هناك كلمة من نتنياهو، وقد قال الكلمة مجرد شكر للرئيس ترامب، ولكنها رسالة إعلامية بشكل كبير. بنيامين نتنياهو يحاول أن يوحي للعالم وتحديدا للمجتمع الإسرائيلي، وتحديدا اختار اللحظة المناسبة وهو بعد خطاب ترامب، بأنه قال بأنه يشكر الجانب الأمريكي، يشكر الرئيس ترامب على هذه الخطوة التاريخية. اعتبر بأن المشروع النووي الإيراني هو كارثة على المنطقة وعلى السلم العالمي، وهو يشكر الرئيس ترامب. ولكن كان لافتا جدا أيضا بأن بنيامين نتنياهو يحاول الآن قطف الثمار التي قام بزرعها تلك الشجرة خلال السنوات الماضية، وهو يوحي إلى الرأي العام العالمي تحديدا، وأن بلا شك الموساد الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية كان على علم على الأقل من التسريبات بأن الجانب الأمريكي سوف يمضي قدما في إنهاء الملف النووي الإيراني. ولذلك عدد من المحللين الإسرائيليين قالوا بأن المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو قبل أسبوع لم يكن أكثر من مسرحية، لم يمتلك أي من المعلومات الهامة، بل وحتى عدد من قادة الأجهزة الأمنية وتحديدا رئيس الشباك الموساد السابق الذي قال بأنه لم يمتلك بنيامين نتنياهو أي شيء، ولكن هو يريد أن يستثمر ذلك سياسيا وعالميا، ويقول نحن نصحنا الأمريكان، نحن قلنا للجانب الأمريكي بأن هذا هو الحل الأفضل، وها هو ترامب يلبي طموحاتنا. طيب. الأسبوع القادم سوف يتم نقل السفارة الأمريكية، الأسبوع القادم وزير الخارجية الأمريكي البيان موجود في الجيش الإسرائيلي عن تحركات، وهناك أيضا على وسائل الإعلام حديث عن هذه التحركات، هل من تفاصيل؟ في عجالة صغيرة، غدا بنيامين نتنياهو في موسكو، هذه قضية جدا مهمة، رغم بأن هذه الزيارة مخطط لها من في قبل، ولكن بلا شك سوف يكون هنالك حديث طويل بين بوتين وبين بنيامين نتنياهو. التسريبات الإسرائيلية تقول بأن بنيامين نتنياهو يريد أيضا أن يوجه رسالة إلى الإيرانيين عبر موسكو، وذلك بأنه لا يريد أي حرب في المنطقة. كل الوزراء اللي في إسرائيل وتحديدا أيضا الوزراء في المجلس الأمني يقولون بأن هذا الإعلان الأمريكي لا يعني بأن هنالك حرب في المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر بطاريات الباتريوت. الجيش الإسرائيلي فتح الملاجئ الآن في منطقة هضبة الجولان، مصادرنا في تلك المنطقة تقول أيضا بأن عدد من الملاجئ في المناطق المحافية للحدود مع لبنان أيضا يتم فتح تلك الملاجئ، وذلك تحسبا.